افتتح سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة معرض اكسبو البحرين للضيافة والمطاعم 2018 الذي أقيم صباح اليوم بتنظيم من شركة كولينير أن بيوند. وقد قام سموه بجولة في أرجاء المعرض واطلع خلالها على ما ضمه من مختلف الخبرات العالمية والمحلية في مجال الضيافة والمطاعم، حيث أعرب سموه عن إعجابه بفكرة المعرض التي تدعم الجهود المبذولة لارتقاء بالقطاع السياحي في المملكة لدوره البارز والمؤثر في المنظومة الاقتصادية، منوها سموه بأهمية هذه الفعالية على صعيد التعريف بقطاع الضيافة وتبادل الخبرات بين القائمين على هذا القطاع في المملكة ونظرائهم من الشركات العالمية والتعرف أكثر على الفرص المتوفرة في البحرين أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي والموقع الاستراتيجي للمملكة. وأعرب سموه عن تهانيه للقائمين على المعرض على نجاحه متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح. وقد أعرب القائمون على شركة كولينير أن بيوند المنظمة للمعرض عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة على تفضل سموه برعاية افتتاح معرض اكسبو البحرين للضيافة والمطاعم 2018، مؤكدين بأن هذه الرعاية قد دعمت المعرض وساهمت في استقطاب المشاركات المحلية والعالمية فيه، مؤكدين أن الهدف من هذا المعرض الدولي هو خلق منظومة متكاملة بداخل مملكة البحرين للزوار والمستثمرين وأصحاب الأعمال للالتقاء معا وخلق روابط مربحة وشراكة مفيدة مثمرة بين جميع الأطراف المعنية. بداية يسعدنا ان احنا نفتتح هذا المعرض اللي الحقيقه فيه مشاركين كثير، ونهنيهم على اقامه هذا المعرض ونهني كل المشاركين والقائمين على هذا المعرض. والحمد لله اليوم على ما شفناه المشاركه كبيره من دول كثيره وحتى من البحرين، فالواحد اللي ما يشوفه الحمد لله شيء يسر، ونتمنى دائما مثل هالمعارض والفعاليات تقام في مملكه البحرين لان فعلا تعكس دور مملكه البحرين على جميع الأصعدة. فإن شاء الله نتمنى أنه هو يكون معرض ناجح إن شاء الله، ونشكر كل القائمين عليه، وبلا شك أنه هو راح يعطي انطباع ممتاز على ما تحظبه مملكة البحرين من رعاية واهتمام مثل هذه الفعاليات. نشكر سمو الشيخ عيسى بن علي على حضوره اليوم، وأيضا نشكر الشركة المنظمة على ما قاموا من جهود كبيرة اليوم. لا شك أن هذا المعرض راح ينشط قطاع الضيافة والاستثمار في قطاع الضيافة بشكل عام، ولا يختصر على الفنادق فقط، ولكن هناك أمور كثيرة مثل مستلزمات الفنادق والمطاعم وكل ما يخص قطاع الضيافة من مختلف المنظورات، وأيضا المعاهد اللي موجودة أيضا كان لها دور بارز، وهناك أيضا مؤتمر مصاحب للمعرض، وإحنا هيئة البحرين والسياحة المعارض قررنا نكون شريك استراتيجي للمعرض بما أنه يخدم تطلعات واستراتيجية الهيئة. الفكرة هذه جديدة من نوعها، كإحنا جهة منظمة حاولنا أن الفكرة تكون تلمس عدة نواحي تصب بطريقة مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة
والصناعة في نفس الوقت. فإحنا كان بدينا بالسياحة واللي هم الجولات الميدانية اللي سويناها حق عدة مطاعم، مطاعم موجودة في 338 ومطاعم موجودة في بعض الفنادق مثل فور سيزن وولفغانغ بوك يعني. فهذه من ناحية السياحة لأصحاب المشاريع الموجودة للاستفادة، وبالإضافة للزوار واللي جايين المتحدثين للمنتدى يشوفون المفاهيم المتنوعة والمميزة الموجودة في المملكة.